قلت إن الفنانين اللبنانيين أذكى من المصريين، كنت تقصد إيه؟ أقصد من حيث هو الذكاء موجود في كل حتة، بس يمكن أنا عايز أضيف للذكاء الجزء تاني، ذكائهم في إن هم ذكائهم الاجتماعي. ذكاء اجتماعي ولا ذكاء فني؟ ذكاء اجتماعي فني، يعني ذكاء بيعرف ما عندوش حتة أصل لا أصل مش عارف إيه هواجس، لا لما عايز فلان عايز يعمل أغنية بيعمل أغنية، فتلاقيه موجود. يعني حتى هقول لك حاجة، هو ذكي إنه يفضل يعني مثلا مثلا زي راغب علامة. راغب علامة نقول عليه من أذكى الشخصيات اللبنانية في بقائه حتى الآن، نقول وأمثلة أخرى عندنا طبعا في مصر، عندنا ذكاء عمرو دياب. عمرو دياب ذكائه خارق، لكن يعني هناك أجرى، خلينا نقولها نضيف على الذكاء. ما عندهمش ممكن سقف لدماغهم. أيوة. عندهم بالظبط، يعني هم عندهم جرأة. يعني التواصل بيني وبين اللبناني قد يكون أسهل من التواصل بيني وبين المصري، بدليل ان في ناس صعب الواحد يقنعهم، صعب. انما مثلا راغب علامة خلاص عايز صلاح الشرنوبي هفضل. وحتى فاكر اول اغنية عملناها كان مغرم الليل، بس هو سمع عشان يوصل لمغرم الليل دي سمع مني كذا اغنية ومش عاجباه، فانا استحضرت في ذهني اغنية ما كنت اعملها المطرب ما مختلف، فايه قلت اجرب فقد كان، فهنا حصل الموضوع وبقت الاغنيه ترند الحمد لله. هنا بيعرفوا يبحثوا صح، مفيش عنده to be or not to be. بس انت كده مش خايف الفنانين المصريين يزعلوا من حضرتك؟ لا انا قلت الذكاء نسبي، بدليل ما كلهم شاطرين، بس الذكاء الاجتماعي هناك بيعرفوا يظهروا ازاي ويعرفوا الويلكم بتاعهم ازاي. لا مش عيب، بيعرفوا يسوقوا لنفسهم. صح. عندهم ماركتنج. يعني عشان كده قلت لك مش هنقولها ذكاء مطلقا، لكن يعني نضيف عليها يعرف يطلع نفسه صح، وبيعرف يتعامل ويتواصل صح.